السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيق لقيته مكتوب عليه هدوت المساعد الذكي للمزارع، المفروض ان هو ده تطبيق للهاتف المحمول. حاولت استجابه على الموبايل، لكن لما سبت طلب مني اديله التليفون، فلما اديته التليفون طبعا كاتب الكود الدوري في الاول، قال لك لا لازم زي تليفون مصري من غير 002. المهم ما لسه هحاول افعله بشكل او اخر، بس هو بيقول ان هو بيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. من الصور كده اعتقد، لا اعتقد ان هو معلومات مفيده كويسه واستشارات بتتواصل مع الوزاره، وزاره الزراعه. طيب انا كنت عامل دراسه على حاجه زي كده، بس كانت معتمده على الذكاء الاصطناعي، بمعنى لو لقيت حشره انت تعرفش ايه وهل هي مفيده ولا ضاره وايه مدى ضررها، مجرد ان انت تصورها الموبايل بيعمل سيرش بصورة ويبدأ يجيب لك معلومات عنها، ويقدر ان هو يتفاعل. ممكن اي نبات طلع لك غريب، اي مرض طلع لقيت الورقة بقى اصفر او اخضر، فتصور وهو يبدأ يحللها. شفت انا تطبيق زي كده موجود في الهند، وده فعلا كان مفيد جدا للفلاحين. هنا اعتبر زي ما يعني ما يعتمدش الذكاء الصناعي، لكن هو مفيد طبعا للفلاحين. ولقيت برضو شوية تطبيقات حلوة اهوت من نفس الجهة اللي عاملة البرامج ديت، زي الانذار المناخي المبكر، النظام خبير، تمام. بس اللي انا شايفه ان هو مش بتعرف معناه، يعني لازم انت تعمل تشيك على الحاجات، فهي ثابتة يعني ما فيش فيها لا ذكاء صناعي ولا تعلم آلي ولا تعلم عميق والحاجات دي كلها، هو كأنه كتاب بتمسح انت فيه. دخلت على الموقع، يعني هما مشكورين طبعا هما عملوا الحاجة ديت، أكيد هتفيدنا يعني إن شاء الله. دخلت على الموقع مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، تمام. فعمل هو شوية تطبيقات حلوة ممكن تفيد أهالينا، يعني هو زي ده كده. هو كويس، ونتمنى فعلا ان يتطور التطبيق في المستقبل ان شاء الله، بحيث يبقى فيه ذكاء اصطناعي يقدر يعرف حاجات، انما انا ما اقدرش اعرفه ان هو ذكاء اصطناعي غير لما اشوف. انا كنت عايز اسطب البرنامج واجرب، لكن لسه ان شاء الله.